السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله مبسوطين. معكم اخوكم ايهاب السرافندي من قناه ايهاب تي في. اليوم في عندنا تحديثات هايبر او اس لتطبيقات النظام الموجوده. عندنا تطبيقات النظام مهمه انك انت تعمل لها تحديث. اول تطبيق من تطبيقات النظام هنعمل له تحديث هي رقم واحد، كالكوليتر بالاله حاسبه. طبعا نظام التحديثات لما نيجي نحدث جهازنا بيحفظ فيروسات وتطبيقات مزيفه ومخاطر اخرى، كل هذا عن طريق شاومي تطبيقات. هذا هو الحاسبه، شايفين نعمل زي هيك بيزغر الحاسبة. طبعا كنا فاتحين مدير الملفات، تمام. ممكن نفتحها كنافذة منبثقة، ممكن نكبرها، نحركها، نكبرها على الآخر، نزغرها. يعني لو كبرناها على الآخر مثلا هوب لأنها تكبر على كل الشاشة. ممكن من نفس التطبيق نزغرها، ممكن نيجي على الثلاث نقاط. طبعا ممكن نفتحها الشاشة كاملة، تقسيم شاشة فوق تحت تحت فوق، نافذة منبثقة، عملنا اكس طلعنا منها. اذا تحديث الآلة الحاسبة نكتب هنا الآلة او الحاسبة، ضغطة طويلة. ممكن نحولها علمية مباشرة، لو ضغط ضغطة طويلة وقلت علمية هتتحول آلة حاسبة علمية. نقدر من هذا الزر نرجعها. طبعا بتقدر تحولها من هذا المكان علمية ومش علمية. فشايف الانيميشن الموجود فيها هذه الآلة الحاسبة تحديثها الجديد. احنا نشوف هاي تحديثها الجديد، المعلومات، التطبيق 15.0.22، هذا التحديث للنسخ العالمية. التحديث رقم 2 التقويم. التحديث هذا للنسخ العالمية، والتحديث التقويم من التحديثات اللي صارت تصل من شاومي مش من جوجل، هذا من شاومي. الآن نفتحه، هيظهر لنا لو عملنا زي هيك هنوسع، زي هيك هنضيق. نجي نضغط هنا اللي هو عرض السنة كلها، هتعرض السنة كلها. نضغط هنا عرض 3 أيام، عرض جدول، أمورك لوز، أمورك تمام، كله زي اللوز، كله 100% إن شاء الله. هاي المنطقة الزمنية كمان، وبداية الأسبوع من أي يوم بدك إياه، والعطل العالمية، والتذكيرات، وقت التذكير الافتراضي بدك إياه قبل 5 دقائق، قبل 10 دقائق، قبل يوم، قبل، وهكذا. هذا التقويم، هاي التقويم، وينه هاي التقويم؟ طبعا مباشرة من تفاتحه بديك اليوم، هاي السبت 13 الشهر. نيجي هي إضافة حدث من هذا المكان، معلومات التطبيق 15.2.0، هذا التحديث الجديد بالنسبة للتقويم. إلغاء تثبيت التحديثات ما بتقدرش تشيله، لكن إذا بدنا نشيله بنقدر نشيله، لكن هذا من تطبيقات النظام اللي لازم يكون موجود عندك. رقم 3 عندنا تحديث الساعة. تحديث الساعة ملاحظين آلة حاسبة وتقويم وساعة كلهم حوالين بعض. تحديث الساعة فحص، شايفين الفحص هذا من شاومي. هيو نجي نفتح الساعة، من ضمن الساعة في عنا هو المنبه، بنقدر نعمل منبه الساعة، ساعة الإيقاف نعدها، وعندك هنا الساعة ممكن نوقت 5 دقائق 5 ساعات زي ما بدنا، ونبدأ نعد. وهنا في الإعدادات إدارة وقت النوم الجديد، هذا اللي دخل يعني حديثا على التطبيق. المنبه ممكن تحط وقت النوم وقتش يذكرك بوقت النوم، والصبح أيضا يذكرك في وقت الاستيقاظ. وتحديث الساعة، وهنا طبعا شايفين الانيميشن اللي في الساعه اللي حكينا عنه في الثيمات السابقه. نيجي هنا ممكن ضبط المنبه بدء ساعه الايقاف من غير ما تدخل على التطبيق. معلومات التطبيق نيجي هنا 15.31.0، هذا تحديث الساعه الجديد. اللي بعده كره الاختصارات. كره الاختصارات انا بعتبرها حاجه مهمه. كيف يعني؟ ممكن تستخدمها وتريحك في حاجات كثيره. كيف يعني؟ خلينا نشوف كيف يعني، ما لنا كيف يعني، ايش الدعوه. نعمل فتح، مش هتفتح معنا. نيجي على الإعدادات، بعد الإعدادات الإضافية دور على كلمة كرة، هاي كرة الاختصارات. كرة الاختصارات أنا هين نفعلها. الإيماء المفضلة ممكن بالنقر وممكن بالسحب. المهم لو طلعنا من هذا المكان وجينا هايها قفلنا الشاشة، فتحنا الشاشة، يعني بتساعدني في تقفيل الشاشة كمان. يعني كمان عشان تفعل النقرتين هدول، هاي مثلا قفلت الشاشة، عشان تفعل النقرتين هدول لما تيجي تقفل الشاشة بتيجي هنا على الإعدادات وبتكتب هنا النقر، كلمة النقر هي النقر مرتين لإيقاظ أو إطفاء الشاشة عند قفل الجهاز، بتفعلها علشان تحافظ على الباور. وهذه بتقدر تشوفها في أجهزة كتير موجودة في شاومي وريد موبوكو. وبالنسبة لكرة الاختصارات ممكن أنا كمان من كرة الاختصارات لو أجينا على الإعدادات الإضافية، هاي الإعدادات الإضافية وهي كرة الاختصارات،
لو جينا على المنطقه هذه نعدل في كرات الاختصارات، هاي في مناطق التفعيل تخصيص، ممكن تخصص لمناطق التفعيل، ممكن تخفي الكره في بعض التطبيقات اللي بدك اياها وتحديد الاختصارات. ممكن انا في تحديد الاختصارات هذه اغير مثلا، بدي اول واحد القفل بحطها في الاول، بتصير انت تضغط على الكره هان هيك هتصير قفل اول واحده، بدي مثلا لقطه الشاشه بعديها ثاني واحده هتيجي تضغط هتلاقي لقطه الشاشه هي وبعديها هي لقطه الشاشه، وهين بدي اضيف لها كمان اطار. التحديث اللي بعده في عندنا هايبر او اس ريكورد، المسجل. هذا المسجل انا بستخدمه ممكن في اكثر من صيغه، بقدر استخدم المسجل، تسجيل الصوت، ممكن كمان اذا في عندك تسجيل مكالمات يدخل على المسجل، افتح نعمل فتح، هذا تسجيلات المسجل، مكالمات اذا في مكالمات هيدخل لك في هذا المكان، يعني اذا في المكالمات نفسها في عندك تطبيق شاومي هيدخل فيها هنا المكالمات. وعندك في الاعدادات هذه كلها كتم الرنين اثناء التسجيل بتكون يعني تلقائيا، وضع سماعات المكالمات اذا بدك تسمع عن طريق السماعه، والصيغه، الصيغه عندك ام بي 3 ويف وام 4 اي، هو حاطط ام 4 اي، فانت ممكن تبدلها لاي صيغه بدك اياها. وهذا التحديث نضغط ضغطه طويله، معلومات التطبيق، الاصدار 6.0.1، بنقدر نشيله، شايفين نقدر نشيله من كل جهاز، يعني لو جيت قلت الغاء التثبيت قد يؤدي الغاء تثبيت تطبيقات النظام الى منع بعض مكونات، المهم قول له حسنا. ملاحظين المسجل هي راح طار، فكيف نضيفه؟ كيف نضيفه؟ بتيجي على الاعدادات وبتيجي على التطبيقات، طلع حاجه مهمه هان، اعدادات تطبيقات النظام، اداره التطبيقات، اداره اختصار، الغاء تثبيت تطبيقات النظام. هتلاحظ المسجل يا معلم قاعد لك في المنطقه هذه وتقول له تثبيت، هتثبت ثاني من اول جديد، هي رجع. اللي بتحذفه من تطبيقات النظام بيكون هان عشان تريحك، بتقول لك وين بدي ادوره، بتخش على التليجرام عندي بتلاقيه. بعد هيك في عندنا مدير الملفات النسخة العالمية، تحديث النسخة العالمية لمدير الملفات. وبالنسبة لمدير الملفات يعتبر هذا مدير الملفات النسخة الجديدة للهايبر او اس برقم 2، يعني النسخة العالمية بتطلع برقم 2 والنسخة الصينية بتطلع برقم 5. نيجي على مدير الملفات، ايوه دخل، وهذا مدير الملفات، يعني مش هنشرح فيه كتير لانه حكينا عنه قبل هيك اكتر من مرة، في حاجات كتير وحاجات ممتازة. نيجي للي بعده. اللي بعده في عندنا سكرين شوت، لقطة الشاشة. بالنسبة لقطة الشاشة ممكن أعمل لقطة شاشة بثلاث أصابع، ممكن أعمل لقطة شاشة بزر الباور مع زر خفض الصوت، لقطة الشاشة ممكن أعمل بنقر على حسب الجهاز. لقطة الشاشة هي مثلا ثلاث أصابع، ممكن أجي أعمل لقطة شاشة ضغطة طويلة زي هيك وأحدد المكان اللي بدي إياه وأعمله نقر. هاي بدي منطقة لقطة الشاشة، بدي دائرة، بعمل تعديل، بعمل حفظ، هي الآن حفظها لقطة الشاشة. هنيجي على الإعدادات، بعدين بتيجي على الإعدادات الإضافية، في عندنا حاجة اسمها اختصار الإيماءات، هتلاحظ إنه في عندها هنا تشغيل مساعد جوجل، لقطة شاشة، اسحب لأسفل بثلاث أصابع، مفتاح خفض مستوى الصوت وزر الطاقة، لقطة شاشة جزئية، وممكن تشغيل الكاميرا كمان من هذا المكان وتشغيل مصباح، اضغط مرتين على زر الباور عشان كمان نشغل المصباح، لما يكون مقفل هي قفلناه. اشتغل. اخر تحديث عندنا التحديث المحدث. تحديث لما اجي احدث جهازي للنظام، لما نرقي مثلا من اندرويد 12 ل 13 او من 13 ل 14، ولما احدث الهايبر او اس بيعتمد على المحدث، وهذا المحدث بيكون عندنا موجود، هي مثلا التحديث حول الهاتف، المحدث بيكون في هذا المكان، باجي بعمل اختيار حزمه التحديث وهكذا من هذا المكان. نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروابط في صندوق الوصف وفي قناه التليجرام. سلام.